شكرا لك الرئيس. اول شيء ابدا فيه اقول محشوم يا دكتور، وان اتتك مذمه من ناقص فهي شهاده على انك كامل. النقطه الثانيه اقول لامانه المجلس طالبين السيره الذاتيه، اطلبوا صحيفه السوابق مالته من الداخليه، هذه سيرته الذاتيه. ويا ابو حمود انت عديت الشيوخ، انا بعد لك بعض الموجودين بالصفوف الاماميه اللي موجودين اللي كانوا يصفقون له في مخيم الانتخابي، واللي كانوا يزودونه بالمعلومات لما كان وكيل وزاره الداخليه، ويزوده بالمستندات ويطلع فيها كل يوم على قناه السور، ونفس النفس الطائفي والبغيض هو يطبقه هذا الوزير، نفس الطينه، وجهان لعمله واحده. هذا يعني النفس البغيض اللي شكرا لك سيد، شكرا لك. دقيقة واحدة تفضل. هذا النفس البغيض اللي يمثله اليوم في قاعة عبد الله السالم الجويهل، في ناس أيضا يحملونه من بعض الوزراء الموجودين، واللي إن شاء الله سوف تتم محاسبتهم على هذا الأساس وعلى بعض الممارسات اللي تمت من قبلهم أثناء وجودهم خارج الوزارة ووجودهم داخل الوزارة. اليوم الشعب الكويتي لابد أن يلتفت ويصحح هذا المسار في المستقبل، وأن يكنس هذه النوعيات من قاعة عبد الله السالم. لابد من كنس هالأشكال اللي موجودة، لابد من فحصة، وأكرر لابد من فحصة لمدة سنة كاملة حتى يبين مقدار الكحول اللي في دمه. هذا ما يجينا، أمس وقف على قاعة منصة الاستجواب ما قدر يقول كلمتين، لأنه ما قدر يتكلم إلا هو سكران مدمن، ما يقدر يتكلم، كان صعب. شكرا لك.